باقى نقلب السمر كلهن حراميات والله باقى نقلب السمر البيض الشقر لك كلهن حراميات يبوقى نقلب الناس والله يبوقى نقلب الناس بالضحكة والغمزات بين العصر والمغرب مرت لما تخيالي وعرفت فرسي وليفي لانها شقرة وميالي بين العصر والمغرب مرت لما تخيالي وعرفت فرسي وليفي لانها شقرة وميالي شفته يمشي على دجله طابق حجلين برجله يا ربي موت رجله حتى يصبح حلالي شفته يمشي على دجله طابق حجلين برجله يا ربي موت رجله حتى يصبح حلالي لا تضربني كسرت الخيزران صار لي سنة وست شهر من ضاربتك وجعانة لا تضربني كسرت الخيزران صار لي سنة وست شهر من ضاربتك وجعانة فرح وسرور واتمنى ينعاد على الموصل الحدبة والحلوة بغداد. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية وتحقيق الأماني. وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من أفراح العيد وضيوفي المميزين جمال المدرس مطرب ومصطفى الحمداني شاعر مسؤول الإعلام شعراء الشعبيين والكابتن فواز فاضل مدرب منتخب محافظة ونادي العمال لكرة السلة سابقا. أهلا وسهلا بكم نورتوني سعيدة بوجودكم معي. الله يسلمك. نبدي بك أستاذ. كل عام وأنتم بألف خير وعليكم وعلى الضيوف الكابتن وشاعرنا المبدع وعليك وعلى الموصلية وعلى الموصل الجميلة. يا رب إن شاء الله يعود عليكم دائما بالخير والصحة والسلام يا رب. ينعاد علينا وعليك صحة وسلامة وعلى الأهل خصوصا الأهل ببغداد. صحيح. فكل عام وهم بخير. أستاذ نبدي وياك مصطفى. كل عام وانت بخير وموصلنا ونينا والحبيبة وعراقنا العظيم بألف خير. يا رب عيد سعادة وفرح وسرور على كل أهلنا في العراق الحبيب وموصلنا أيضا. إن شاء الله تكون حلقة خفيفة الظل إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله راح تكون. وكل عام والأهل بألف خير. كابتن فواز شكرا. كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والأمان. وحب أقول للشعب العراقي كل عام والعراق كله بألف خير والأمة الإسلامية بألف خير. إن شاء الله ينعاد هذا العيد علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله. وكل عام وأخوتي الجالسين أمامي وأنتم بألف خير. قناة الموصلية بألف خير إن شاء الله. أنت بخير وصحة وسلامة والأهل بألف خير. شكرا. نبدي بأسئلتنا. نبدي وياك كابتن.
لأنه بما أنه أنت آخر واحد قدمت التهنئة. كابتن خليني نحكي شوية على العيد، احكي لي عن العيد قبل شلون كان يمك. والله بالنسبة للعيد، العيد تعرفون أنتو العيد يعني طيب وجميل على الكل زي ما كنت صغير شلون؟ والله احنا منطقتنا يعني اكيد هسه يختلف الوضع مال العيد. لا اعتياد اختلفت الامور، العيد كان قبل طيب حيل، لان احنا منطقتنا تعرف المناطق الشعبيه كلها، منطقتنا النبيشيت كانت منطقه جميله. وكانت اكو يمنا هناك التريمه الموجوده يمنا قريبه، وقارب نادي الفتوه اللي بيه الديديات وهاي الامور، كنا ما صدق يعني صبح الصبح بزن والملابس يمنا ومحضرين ملابس يم راسنا وبزن نبدل ونكشخ ونطلع. الساعه ايش قد تطلع من البيت؟ والله قبل نطلع من الصبح الساعة 7 ها؟ والله قبل بالسبعة احنا مبدلين وكاملين، يعني ننتظر انه دي خلص الخطبة مال العيد ونبلش صلاة ابنها. صلاة العيد ورا صلاة العيد احنا مبدلين وكاملين وبس نريد نطلع ننجم احنا شباب. اخبار العيدانيات معاك هسه، خلي بما انه هسه انت معطاء بالعيدانيات، اختلف الوضع، قبل كان انت مستلم هسه انت والله مدين ودائن. يعني هسه الحمد لله متعرفين تقل كل عيد عندنا ولادنا ولاد اخوتنا والاخواتنا ويجون عندنا، وتعال عاد توزع لازم ما بيها مجال هذه. هاي ما ابد ما ممكن نتغاضى عنها، حتى ما ممكن تقول انا دا اطلع تفلت من الموضوع، منتظريك لاربع ايام العيد منتظريك. واقفين بالباب. ايش قد هذا العيد عيدانياتك اللي انطيتها تقريبا؟ والله بعد يعني ست حاليا ما كملتم ما كملوا يمك التعداد. اخشي عندي الصغار كل واحد اخشي ياخذ له مبلغ زين يطلع به يمشي يومين ثلاثه. يلا كلش زين، الله يا ربي يعطيك صحة وعافية ويرزقك مصطفى. أخبار العيد يمك؟ والله فيزيائيا يقول لك إنه الأشياء قبل لها طعم بيختلف عن هسه. يعني قبل فترة قرأت دراسة يقول لك حتى الورد كان عطره قبل أكثر، يعني فواح أكثر من هسه. على فكرة إحنا قبل سنة نحسه فتشي قبل سنة. هي هذه يعني بعلم النفس أكو شيء اسمه النستولوجيا اللي هي الحنين الى الماضي. دائما ما البشر يشعر بانه الماضي اجمل من الحاضر بغض النظر عن المقارنه ما بيناتهم. زين هو انت عيدك هسه من كنت طفل وعيدك هسه، شلون كان عيدك انت طفل؟ اكيد كان طفل اجمل واحلى، والسبب طقوسك. يرجع طقوسك. ها طقوسك. طبعا الطقوس كانت، شوفي هذه المرات التكنولوجيا اللي جتنا اليوم قللت نقمة. التواصل حقيقة نقمة هاي هو يسموه تواصل اجتماعي، لكن انا اعتبره انقطاع اجتماعي، لان قبل من تريد عايد احد تتعنى له وتروح تعايده، اليوم تقضيها برساله على الماسنجر. فاكيد طعم العيد يختلف، لكن يبقى بعض العوائل محافظه على صله الرحم اليوم، وايضا يكون فرصه للصلح، فرصه للتواصل مع الاخرين. قبل كنت تقعد الصبح مهمهم مهيئ ملابسك ومحضره طبعا مثل ما قال الكابتن، يعني هذا الظاهر عاده مشتركه عند كل العراقيين انه نخلي الملابس يمنا. و اليوم يعني يمكن حتى بهالعمر هذا يعني نادرا ما نصير بهالعمارنا، يعني صاروا افهم مننا حقيقة. يعني أكيد. افهم انه هي خلاص مضغوبه اوتي، احنا كان فعلا. ابعد الحدود طموحنا نخليها جوا المخده او جوا المنام حتى تتعدل وتنظر باوتي. نعم. وهاي الامور، وكانت هي اللمه، هاي لمه المناطق قبل حتى يعني مو فقط المناطق الشعبيه، لكن اشوف انه بالعيد كانت اللمه هذه لمه القرايب بالبيت. يمكن بالقديمه لحد الان موجود هذا الشيء، بعض المناطق الشعبيه بقت محافظه على هذه الامور. يعني زين هسه العيد يمك، خلي اخبار عيدانياتك. انا ما اعرف ليش احب اطمئن انه انت مش قاعد تنطون عيدانيات، اخاف لا انا منطي اكثر منكم. لا اكيد يعني اليوم قبل مثل ما كنا ناخذ هسه احنا لازم هي مدين ودائن. هي دين يعني هي مدين ودائن. يوم لك يوم عليك. اكيد طبعا انا عندي ايضا عندي طفل يعني عمره سنتين. الله يحفظه يا ربي. وعندي ولاد اخويا ولاد اختي، اكيد احنا هالقرايب يعني الطفل هي ترى مو قيمتها. زين اقوى عيدانيه، اقوى عيدانيه جدتك؟ يعني سابقا يعني بعد احضرني اتذكر مره يعني قبل يعني كنت طفل مره اجتني 3000 دينار في زمن كان 3000 مبلغ يعني مبلغ راتب موظف راتب معلم كان راتب موظف معلم كانت اجتني 3000 دينار عيدانيا انطيتها يعني كانت هي اكو كان نوع من المشاركه بمكان وهو كان عيد وشاركت وحصلت على هاي العيدانيه. نعم. زين اقوى عيدانيه انطيتها؟ اقوى عيدانيه انطيتها يعني 50000 مره انطيت هاي، ما اريد اقول اثنين. لا احنا المفروض نعايره ما نقول اسمه. استاذ جمال أنا. اخبار العيد يمك خصوصا انت من بغداد ايه؟ يعني طقوسكم تختلف عن الوضع. صح. يختلف كليا. صح. التحضيرات حتى للعيد مختلفه. صح. احكي لي عنه. يعني سؤال ذكي بصراحه، يعني اشكرك عليه. شكرا لك. سبحان الله، يعني العراق قوس وقزح، العراق
يعني ملون بعادات تقاليد تختلف من بغداد الموصل، الموصل البصرة. فأنا من أجي هنا الموصل رأساً أشوف الكليتشة وأشوف هاي الطقوس أجواء العيد. بغداد تختلف هاي الأشياء، أكو أشياء تقارب يعني تقارب هاي الأشياء، وأكو أشياء اختلافات يعني ببغداد. بس إحنا إن شاء الله نقول دائماً نتمنى العيد إنه اللي واحد يعني زعلان عليه إنه يراضي. العيد جمعة ومحبة وتسامح، وإن شاء الله يا رب نشوف دائماً اللمات الحلوة. زين، أخبار عيدك أنت صغير شلون كان؟ احكي لنا عنه بذا عنه. بما احنا ان اجواء عيد بس مرات من واحد لواحد تختلف يعني. سبحان الله يعني وانا طفل انه اشعر بالمسؤوليه يعني، حتى موضوع العيدانيه وكذا هاي كنت يعني احس بالمسؤوليه اكثر يعني. صح حتى ويا اطفال عندما روح كنت يعني وياهم للالعاب وهاي يعني اكو اشياء احس نفسك مسؤول عنهم. بالضبط، احس نفسي اكبر من عندهم يعني بهاي الاشياء بهاي التفاصيل. حتى هم اقرانك بالعمر بس تحس نفسك. بالضبط يعني يعني هاي الطفولة جوز شوي أخذت من عندي بصراحة يعني للجو العام اللي عايش بيه أنا. ناضج قبل وقتك. بالضبط. بس كانت هي سبحان الله كانت هي فائدتني هواي قد ما كبرت إنه حسيت بيها يعني بصراحة. زين. وما إنه إحنا عيد يعني أقول اللي مزعل أحد عليه خلي، وأنا من هذا المكان أنا أقول كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله شخص جميع بخير. زين، هسه أخبار العيد هسه شلونك أنت؟ بعدك إنه لازم تنطي العيدية، لازم تكون مسؤول عن فلان وطلعته وملابسه. أكيد أكيد، أنا من أشوف يعني الجهال بشكل عام يعني مثل ما قال الأهل يجون وأشوف الجهال، فلازم تعطيهم عيدانيات، لازم تفرحهم، لأن أنا كنت صغيرة أحس بيها إنه من واحد يعطيني أفرح، فلازم احنا نشاركهم. راس يجون عم او خال يعني هسه انت اللي يطلع وياك بالعيد. ايه؟ كان برجواز زمانه انه خلاص عيديته واللي انت تنطي اياها. فكيف هسه؟ هسه زين اقوى عيديه انطيتها يعني 10,000. هاي اقوى كلش زين. لان هم صغار بصراحه. ايه؟ مرات المال الزايد مو صحيح، لازم انت تنطي بشكل يعني صحيح فعلا وتعرف. تنطي بس اذا كبير اكيد تختلف العيديه 100%. 100% اكيد كلكم تنطون الامهاتكم. ايه؟ عيديات طبعا مو؟ اكيد. يلا قولوا لي ايش قد عيدانياتكم، خلي اشوف غدره امي ولا لا. والله الام ما تقدر بمبلغ مادي يعني. بس اكيد تنطي. والله انا يعني اكيد اكو مبلغ. بس انا اسوي مشكله بينكم وبين نسوانكم. انطيت لامك اكثر مني بينت الهندنانه. لا تسمحي لي. ايه؟ امي لليوم انا يعني موظف وهذه، ولليوم امي تساعدني مرات اقولها ما اريد ما محتاج، بس الام دائما تشعر بانه ابنها ما زال صغير. هسه انت بدك تغير السؤال، ايش قد تنطي عيديه؟ والله امي اكيد يعني لو انطيها عمري كله ما الله يخليك ياها. ما اقدر اقول رقم يعني، لان ايش راح اقول الرقم ما راح يوافي يعني هذه. عبرنا فعلا. عبرنا ال 100 اميد اكيد طبعا واكثر. يعني قلت لك الرقم ما خلاص. يقدر بقيمه الام. انا ما اريد علي طباب خير الدنيا عيد الورقه. لا كلش هو طباب خير. عين استاذنا. والله الاخ اخوي يعني الكلام اللي قاله الكلام صح. يعني الوالده ايش قد ما تنطيها هو قليل بحق، بس هي تفرح، هي بس تبقى يعني تفرح. يعني بالخص يعني ما اقول لك خص يعني والدتي يعني بعض مرات قل انت لو بس تنطيني يعني ليش ما تنطيني ألف. احسها فشي كبير فعلا يعني فعلا ما ايه يعني فعلا ولحد الان هي واقفه ويانا وساندنا ولحد الان. الله ينطيها يا ربي الصحه والعافيه يعني. بس هب عبرنا المية انا ما اريد اسوي لكم مشاكل. لا والله ما عبر. يلا ان شاء الله نعبرها. استاذ بيني وبين امي يعني حب يعني ما ينوصف كلش كبير. هي يعني العشق الاول بالضبط للولد يعني. هي الام اول حب بحياه. سبحان الله. والله يعني الله يعين الفاقد ام كلش هواي يعني. انا حسيت بيها يعني قد ما تكست في يوم من الايام. فلو ما تعوض لو ايش قد ما تطيها انا اقولها دائما يعني هاي روحي يعني الي شايه يعني. فالله هي تعرف هي انا ايش قد يعني مطيها وتعرف يعني اكيد يعني هذا الشيء. فواحد ما يحكي يعني يقول انا ايش قد مطيها. عبرنا المية طباب خيراني. عبرنا المية الحب اعظم من المية يعني. عبرنا المية هاي لا تغيروا لي بالاسئله كلنا هسه هي راح تشاهدك. هي راح تشاهدك وتقول لك هي تقول عبرنا المية اي او لا. اي اكيد. يلا ان شاء الله يخلي كل امهاتكم إن شاء الله. وان شاء الله ما نقصر وياهم. مرات الامهات يعني عندها من الولد اذا يجيب لها ألف دينار طبعا اكيد اكيد كلش تفرح. او يجيب لها علاقه بها فد شيء مشتهي لها اياه كلش تفرح تحسها بمال الدنيا. طبعا طبعا اكيد الامهات ما تتعوض. يعني استاذ السؤال، منو مطربك المفضل اللي تحب تكون مثله، اللي يعني خلينا نقول قدوتك؟ انا راح اجاوبك يعني على المطرب بس يعني لازم اكو شيء قبله. يعني احنا
تأثرنا مطربين عرب وعراقيين، فتحنا عيننا على الأستاذ محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، أم كلثوم، فأستاذ كاظم الساهر. فأكيد يعني أنا دائما أخذ القدوة الأستاذ القيصر كاظم الساهر، يعني متزن وقدم فن وواجهة مشرقة للعراق أجمع. يعني نفتخر إحنا لما نسافر لبلاد عربية لما نعرفك عراقي خلاص انتهت. يعني ليش؟ لأن كاظم وصل رسالة حلوة، فأكيد القيصر أستاذ كاظم الساهر. هذا يعني القيصر هو خلينا نقول المعلم الأكاديمية مال المطربين. أكيد. اللي الكل يحب يقتدي به. زين أنت تحب تسافر دائما. أيه. بس ما تحب تهاجر. أي صحيح. يعني شنو هالتناقض هذا؟ اللي يحب السفر يحب حتى يهاجر يعني. أيه صح صح. شلون يعني كل إنسان يفكر بالهجرة؟ أيه. انه هي موضوع سفر اول شيء تكون مو صح عبالك تحس الموضوع السفر مثل الشيطان اللي يلعب بالعقل وتشوف صح. نفسك الا بالمهجر صح. ليش انت قاعد لهنا لحد الان؟ صار موضوع يعني فرصه انه اسافر خارج العراق اكثر. نعم. من مره، مو مره واحده بس. لما افكر انه اسافر اهلي، يعني اهلي، امي مثل ما قلتي، ابويا، اخوتي، اصدقائي، وطني، افكر بهاي الاشياء. ف هنا توقف، يعني اوقف فافكر انه خلص انه ارجع، يعني ما اكمل واستمر. يعني انت من تروح مكان بعيد بعد صعبه انه ترجع. وانا عز علي اشوف يعني امي، اذا ما اشوفها يومي انا يعني اتعب. امي وابوي. الهجره لها ثمن طبعا. يعني انت خفت من الهجره من وراء الثمن. لو خفت من الهجره انه انت راح تعوف، يعني تدري نفسك من راح تطلع راح تعوف كل شيء. اكيد اكيد. هو مو عوف كل شيء، بس اكيد انت لما تسافر يعني اقل شيء 5 سنوات لحد ما ترجع يعني تشوف اهلك. وهذا الموضوع اللي خلاني انه اتردد والغي اصلا موضوع السفر. احب اسافر، احب يعني يكون عندي اطلاع وثقافه على الدول العربيه، انه اعرف يعني الفن مالتهم. دائما يعني اسافر وهاي الاشياء، بس ارجع خلاص انا مستمتع بهذا الشيء. انت مثل الطير، يعني اللي يطير للبلاد ويرجع العشاء. اكيد. يعني احنا ما عدنا اغلى من العراق. اغنيه استاذنا. اغنيه صار هذا اللون عليك يجنن، يشبه لون عيونه، نظرات العالم ما تطمن، احذر لا يحزونه. هذا اللون عليك يجنن، يشبه لون عيونه، نظرات العالم ما تطمن، احذر لا يحزنونه. يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق، اكثرهم معجب بالمرة وبين وبينهم فارق. اولهم اتقدم والم، اولهم مجنونة. وشكرا لك على هاي الأغنية اللي أديتها. أرجع لك أستاذ مصطفى،
أنت شاعر مسؤول الإعلام لشعراء الشعبيين، جمعية الشعراء الشعبيين. جمعية نعم. الشعراء الشعبيين نعم. شنو المسؤولية اللي تقع على عاتقك حتى تطلع لنا بشعراء جيدين بالشعر الشعبي؟ اليوم احنا نفتقر لشعراء جيدين بالشعر الشعبي، مع احترامي لأسماء مرموقة، بس نعم. يمكن بسبب مواقع التواصل كل من هب ودب يطلع يقول شعر. بالتأكيد شفت الموضوع الشعر الشعبي، هنا نتكلم على نينوى، أكيد ما ممكن أن نقارنها بالمحافظات الأخرى. صح. بسبب أولاً اللهجة اللي صح. موجودة بالمدينة يعني. بالتأكيد هو الشعر الشعبي، إحنا نتكلم عن الشعر الشعبي. ف يعني لهجة مختلفة جذرية يعني. وإذا كتبت شعر بالمطلاوي، أكو بعض الشعراء يكتبون شعر باللهجة المطلاوية حلو جميل، لكن ما راح يكون قطري، راح يكون محلي. صح. لأنه حقيقة ما يفهموا يعني باقي المحافظات. هذا عائق أول، لكن هذا ما ينفي وجود شعراء، أكو العديد من الأسماء المهمة والمبدعة على مستوى العراق بالموصل يعني. أشيلش يعني بالموصل، هم واصلين للجنوب واصلين للكثير من المحافظات يعني. هسا أنت كشاعر شعبي ليش ما مشارك؟ لا أنا عندي مشاركة إذا تسمح لي. لا يعني هي أنا قاعد أحكي عموما، إنه كشعراء عموما. أتكلم عن نفسي فأكو لا أنا سألتك أنت كدورك يعني هسا ممكن اليوم ممكن نطلع بشعر. يعني ممكن أنا كشخص ماخذ فرصة أكثر من هواي شباب مبدعين أكثر مني. زين هو هاي الهواي الشباب. والسبب يرجع لي إيش؟ السبب يرجع لي لحركة الإنسان ونشاطه وشغلي بالإعلام أيضا. أستاذ مصطفى هسا نعم. أنت كمدير للشعراء الشعبيين، أنت هسا يجيك سي في أو يجيك يعني خلينا نقول السيرة الذاتية عن شعراء حتى أنت هاي الناس تعرفه من خلال جمعيته، شلون شو تقدم لهم؟ ممكن يعني ممكن ترشح اسم البرنامج؟ ثلاث برامج شعريه طلعت بها شباب ما شايفين شنو شيء اسمه اعلام، ومن طلعوا على في برنامجي يعني في اكثر من برنامج باكثر من اذاعه، من طلعوا في برنامجي سمعوهم شعراء معروفين بالمدينه يعني انصدموا بهم، هم ما كانوا مسلط عليهم الضوء. فقلت لك المشكله المحليه هي اللي حاصرتنا، ولا اني اكو شعراء شباب اعرفهم يعني واسمعهم بالمنطقه وبالاتحاد، حقيقة لو يوصلون ويطلعون في برامج على مستوى العراق لا يشكلون حضور ويغيرون يعني. أنا يوم ليا محشي إن شاء الله. الله يرحمه جبار رشيد. الله يرحمه. الشاعر راح جبار رشيد. كنت في بغداد في المتنبي وكان مستضيفنا أحد الأشخاص، فقعدنا في المتنبي بالكانتينة فقريت، فقلت سمعنا فقريت قصيدة حقيقة. الله يرحمه. الله يرحمه. قال لي صح لسانك، العجب بالقصيدة جدا وأبدأ، فقال لي مين أنت؟ قلت له من الموصل. هو هيك شيء صدم. شلون اللهجه؟ قال لي معقول الموصل بها الشعر؟ قلت له لا اني يمكن ولادة. يعني قلت له اني من الطبقه الوسطى، من احكي لك على مستوى الشعريه صح يعني صح. اكو اشعر مني ألف مره صح. حقيقه الحقيقه ان قران الذات مهم جدا طبعا، اليوم اكو هواي اشعر مني، بس الفرق وين؟ فرق بوعي الشاعر، ثقافه الشاعر، مو بس هاي الحظ يعني، مدى جرؤته، القاء، كل هاي لها دور في صعود الشاعر للمنصه. هسه انت اليوم لما وصلت لهاي المنصه يعني خلينا نقول انه الاسم، اجتهادك، الحظ، هاي كلها لها دور. كلها دور. يعني كل مجتهد نصيب يعني. اكو ممكن تشوف شاعر عنده ركود ما يتحرك صح. مثل الفنان يعني حتى انتم بالوسط الفني أكيد. يعني تشوف مثلا فنان يطش ويشتهر وفنان بعده قاعد، انه هو خامل عنده ركود، مع العلم صوت وكاريزما وبس. تسمحوا لي الداخل يعني، هو هذا الموضوع يعني لفت انتباهي بنقاط يعني مهمه. هذا الموضوع هم يعتمد على الجانب الشخصي، هاي شغلة. الشغلة الثانية الغناء مثل المسرح، المسرح الجاد دائما تشوفيه فنانين ما معروفين بالشارع نعم. بس المسرح اللي يسمونه مسرح يعني الشعبي التجاري نعم. التجاري هذا الناس تعرفه. مثل الفن، اكو فن محترم وراقي يقول لك انا حافظ على اسمي وبيتي وتربيتي، يقدم اشياء لحد ما يشتهر، واكو لا يقول لك انا اقدم اغاني عفوا يعني اسفاف حتى يوصل للناس، وهذا اللي يوصل للناس بسرعه وينتهي بسرعه. موضوع الشهره والطشه. زين عيني مصطفى انطينا شعر مصلاوي. حقيقة ما أقدر أقرأ الصراحة شعر مطلاوي، لأن أنا أصلا يعني ما أحكي يعني لهجتي مو مطلاوية. أي بس أنت شاعر شين طلب منك تنطي؟ يعني عندي بعض الكتابات البسيطة بس صراحة ما تحضرني والله يعني قديمة. زين انطينا شعر. لأنه مو أنا، شوفي أنا صار لي من 2008 كل شيء أقوله وأقرأه محتوى عليه. زين قل لي شعر اللي أنا بالمصلاوي يلا. ما في ذا ذكر ليش بيت يلا بيت واحد انطينا ما يخالف. يقول يا موصل والله اشتقنا لك، وفاض الشوق بقلبي هواي، والله ما اتذكر يعني القصيده كلها قديمه يعني جدا. هم صح لسانك. عيني هسه قل لنا قصيده.
من عندك اللي انت تحب. ايش تسمعين؟ كيفك انت؟ اول قصيده اول مره تقرا حقيقه قبل ايام انكتبت يعني. حاصل احس بروح حريدك بس اخاف هواي. احس بروح حريدك بس اخاف هواي ويكتمني الوجع من نرد افكر بيك. اخاف من الوقت ما يمشي زين وياي واخلف لك وعد يلبن في الشاري. ايش هالوفا هذا؟ الشجره اللي بيها روح، الشجره اللي بيها روح تحب نفس عصفور. بس عمري خريف وخايف انا احويك. انا ردتك عمر ما ردتك اليومين بس هذا الزمن اللي تريده ما ينطيك. اش ما تحلم تموت احلامك وتنداس. لا تحلم ابد طول العمر خليك. عيش لدنيتك هذا القلب طفيه. كان جمر القلب يوميه بس يشويك. صير انسان بارد، صير انسان بارد لا تحرك احساس. وش ما طال الغطا لا تمذهب رجليك. على جروحك على جروحك تكتر لا تشوف الناس. ولا تاني ابد واحد يقول ايش بيك. على جروحك تكتر لا تشوف الناس. ولا تاني ابد واحد يقول ايش بيك. لا تأمن ابد ما حد يدوم وياك. توقف العمر تخطا خطا يلغيك. توقف العمر تخطا خطا يلغيك. سلام لسانك. فاصل ونرجع لكم، خليكم معي. رجعنا لكم بعد الفاصل ومع ضيوفنا كابتن فواز. انت مشارك بتصفيات المؤهلة للدوري الممتاز، كان هذا بجهد شخصي بدون اي دعم محلي او اي دعم حكومي. تمام، احكي لي عن هذا الموضوع. والله ايش قد اجهدك يعني، ايش قد انت تعبت بينه لحد ما خلصت الدورة ولحد ما خلصت البطولة كلها خلينا نقول. والله بصراحه هذه البطوله يعني انت سيد وش قد اجهدك وش قد تعبت. احنا يعني صار لنا تقريبا سنين نشتغل بالمدينه يعني كمدربين، كمدرب كره السله يعني احكي عن نفسي يعني صار لنا سنين عاني احنا من ورا يعني نريد نصل في مرحله زينه، نريد نطلع الدوري الممتاز حالنا حال الانديه الموجوده اللي بكركوك واللي يعني هسه بكركوك فريقين دوري ممتاز يلعبون صح يعني ما لهم اصغر من محافظتنا يعني. شفت صح يعني احنا السنه الموصل ما عندنا فريق دوري ممتاز. نعم ما عندنا. فهاي البطوله صارت عشان البطوله جيده والله. وصلنا خوش مرحله يعني وصلنا يعني ظلنا تقريبا لا بايتين ثلاث احنا تتاهل نصعد للممتاز. حققنا خوش انجازات يعني البطوله اللي صارت من موصل المرحله الاولى اجانا فريق يعني ثلاث فرق اربع فرق جت من الشمال واحد الفرق اللي غلبناه صارفين مبلغ كبير عليه. يعني مدربة لبنانية عليهم وفريق لاعبين. زين هذا التدريب ولا كان جهد ذاتي؟ واحنا احنا بالنسبه لي كنت اشتغل في نادي عمان نينوى يعني هذا الفريق كان فريق نادي عمان نينوى. شاركنا تصفيات الدرجه الاولى هذا يأهلك للدور الممتاز. فحققنا خوش انجازات الحمد لله يعني ترشحنا من المرحله الاولى على المرحله الثانيه. المرحله اللي اخذناها بقوه يعني الحمد لله اخذناها. عفوا الجهد كان ذاتي، التمويل ذاتي؟ تمويل ذاتي من النادي فقط. ما عندنا حد يدعم النادي يعني النادي بصراحه لا عنده منحه ولا عنده اي شيء. هي هاي انا يعني النادي كان يعني بصراحه عايش على القاعه بس فقط. يعني ينطينا احنا كلاعبين ومدربين ينطي المبالغ ينطيها من هاي القاعه اللي موجوده. نعم. ما عنده مثلا من محافظ او كان احد يدعم هذا الفريق ما كان احنا احد يدعمنا. تمام. بصراحه الحمد لله وصلنا خوش مرحله. اللي تهنا على المرحله الثانيه اللي صارت بكربلاء المرحله الثانيه. نعم. بس المرحله الثانيه احنا ما كان عادين فريق جيد جدا. ظروف كثيرة عانتنا يعني بالأخص ظروف النادي وظروف الفريق ما كنا يعني كنا بسهولة نصعد للدور الممتاز يعني ما كانت بعيدة علينا. زين ليش برأيك أنه رياضة كرة السلة ضعيفة؟ ما ضعيفة بالعكس احنا الموصل عندنا خوش خامات. نعم. عندنا خوش لاعبين، عندنا خوش مجموعة شباب اللي اشتغلنا في نادي عمان نينوى بحكي لك يعني احكي لك اياها بصراحة. بس المشكلة أنت في الدعم، دعم ماكو.
يعني انت ماكو من يدعمك، ماكو من يساندك، يعني النادي فقط هو حتى اللي ترويج يعني يعني للمنتخب اللي انت بيه او للاعبين او لكم كنادي ماكو. ماكو. فيمكن هو السبب انه والله هذا سبب كبير كان، هذا السبب، وكان اكو دعم ما كان موجود من 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 كانت محافظه او من كل الموجودين المسؤولين حتى على مستوى العراق. يعني حتى من وزارة الشباب والرياضة، من الأولمبية، من كل مكان، ما كان اكو دعم للفريق. زين هسه انت السي في مالتك حافل مدة 35 سنة. ما شاء الله. فما شاء الله ماخذها خلينا نقول من الشمال للجنوب. والله الحمد لله أنا من 90 تقريبا أنا لاعب. نعم. يعني سنة 90 لاعب السلة. كنت أتمرن في نادي الفتوح، حكيت يعني قبل شوي على أيام العيد وذكرنا احنا قريبين على نادي الفتوح كان حيل. من 90 لاعب. وبديت مشيت الحمد لله والشكر، مثلت انديه كثيره، نادي الموصل، نادي الفتوه، خرجت لاعبين جيدين الحمد لله والشكر. لعبت في اربيل، احترفت سنتين في اربيل، لعبت لاعب عربي الوحيد 99 2000، وهاي الفتره الحمد لله خرجنا لاعبين جيدين. هسه كمدرب انا من 2004 اشتغلت بالتدريب. نعم. مارست التدريب من 2004 الى حد هاي اللحظه بالتدريب، وخرجنا لاعبين جيدين. يعني هسه عندي نورس ضرار من افضل اللاعبين بالعراق، اللي هسه يلعب احسن نادي بالعراق كان نادي دجله. نعم. وعندي لاعبين اثنين منتخب شباب العراق هسه لعبوا بطوله غرب اسيا اللي راحوا بها ستة عبيده واكرم محمد ما شاء الله. وعندنا يعني خرجنا لاعبين جيدين وخرجنا فريق جيد اللي كنا نقدر نصل مرحله جيده، بس ما كان اكو دعم. هسه الحمد لله والشكر بصراحه احنا نتامل خير لهذا الرجل محافظ نينوى هسه اللي موجود، دا يدعم الرياضه ودا يدعم نادي الموصل ودا يدعم الانديه الموجوده. نعم. والشخص اللي نذكرهم الدكتور حارس محمد، الرجل يعني هو غير كثير امور هسه في محافظه نينوى، ونتمنى ان شاء الله نتمنى القادم يعني افضل واحسن بالمسيره القادمه ان شاء الله. فواز هاي اسئله وحدها ارجع لك بيها، نرجع الاستاذ جمال. تمام. استاذ جمال هسه احنا انت بالوسط واحنا بالوسط نشوف الغناء اللي عينطرح بالشارع زين، والاصوات اللي عتجي والكلمات اللي تكون ما بين وبين، مرات تكون كلمات راقيه جدا ومرات تكون كلمات مبتذله. صح. شنو السبب يعني انت برايك انه الجمهور يحب هذا الشيء لو هو نزلنا بالذوق؟ اكيد يعني هذا الموضوع. نعم. هذا موضوع الرقابه. قبل كان اكو شيء اسمه رقابه. تفحص الكلام، تفحص اللحن، تفحص المطرب. ما يصير مطرب اذا ما يروح اذاعه والتلفزيون ويختبروه. نعم. الله يرحمه استاذ طالب القرغلي، الاستاذ فاروق هلال. نعم. يعني اساتذه كبار يختبرون المطرب او المطربه حتى يصير مطرب. هذا واحد، وحكينا بالجانب الفحص الكلام واللحن. هسه ماكو رقابه يعني مع الاسف، فشوفين اي واحد من هبه. شنو السبب ماكو رقابه برايك؟ رقابه ماكو، لان اكو صار تسيب بالموضوع، ماكو محاسبه. لو اكو محاسبه اكو اشياء، هسه هذا الوقت الحالي يحاسبون على اشياء ويغضون النظر عن اشياء، هذا الشيء مو صحيح. لو احاسب بشكل هم يقولون احنا دا يعني نتواصل وياهم، يقولون دا شويه نعالج، واحنا نتمنى هذا الشيء، حتى دائما العائله العراقيه الاغنيه كلش خطره، الاغنيه تدخل للبيت العراقي. حتى الطفل يعني انت حتى الطفل قبل ما يحفظ درسه او يحفظ اي شيء يحفظ الاغنيه، يعني يحفظ الاغنيه. زين انت من تحفظ الاغنيه لازم انت كلام مهذب، لحن راقي، توزيع، فهاي الاشياء كلها تحتاج رقابه، هي الرقابه اللي مسؤوله عنها. زين هم والعفو نعم. والاهم اللي مسؤول عن هذا الجانب هو الانسان نفسه. يعني انا شلون اليوم اطلع وعندي اغنيه مو صحيحه؟ زين هاي تتبع البيئه والتربيه، وهي تدني بالذوق العام. بالضبط. يعني الدراسه لها دور، يعني واحد انسان دارس هي هاي أنسان. سؤال انت دائما تقول انه الدراسه لها دور قبل كي. الموهبه. نصرة البدر كان عنصر مهم في تجديد الاغنيه العراقيه لسنوات طويله. هسه اللي نلاحظه بالساحه الفنيه هو علي صابر، يعني صاير ترند نمبر 1. شنو رأيك يعني خصوصا هاي كان 1-2 هسه صرنا من 2-1-2 مرة ثانية؟ صح صح. سؤال مهم. الأستاذ نصرة البدر طلع في وقت والأستاذ علي صابر لحقه يعني وقدم أغاني. بس الأستاذ علي صابر يمكن الناس هواي ما تعرف الجيل الجديد، الأستاذ علي صابر من أيام التسعينات هو ملحن، لحن بس كان ما بارز لأن كان اليوتيوب يعني. هذا موضوع لا، كان في وقت التسعينات كان الاستاذ علي صابر هو الاول، هو والشاعر الاستاذ عدنان. ليش نصرة البدر اخذ حيز اكثر من علي؟ صح صح. صابر في وقت من الاوقات. صح، لان بعد 2003 صارت الميديا.
فمن صارت الميديا الأستاذ علي صابر راح لمصر قعد فترة هنا، طلع الأستاذ نصرة البدر والأستاذ ضياء الميالي والأستاذ عثمان عبود، فسووا هم يعني تيم وقام يقدمون أغاني ويوتيوب، فصار الجو لهم يعني، صار الأستاذ نصرة بعدين صار هي فعلا جو. انه كان قبل يقول لك اللي يريدين شهر أي. يروح الأستاذ نصرة البدر أي. هسه انعكست المعادلة أي. اللي يريدين شهر يروح العلي صابر. واحد من الأسباب يعني، هو سؤال ذكي، واحد من الأسباب هم عندهم يعني عندهم مؤسسة، عندهم مؤسسة تروح، عندهم تلفزيون، عندهم مؤسسة وعندهم استوديو، وهذا كانت هو بس إلهم يعني، الجو إلهم، الجو العام كله إلهم، فكان الجو كله يعني. هسه احنا بالساحة الفنية بس نصرة البدر وعلي صابر؟ لا، عندنا ملحنين، عندنا ملحنين بس هنا مثل ما تفضل يعني شاعرنا المبدع، تسليط الضوء والأعمال القليلة هي اللي خلت يعني اكو ناس فوق واكو ناس بعدهم، بس عندنا اسماء مهمه يعني. زين شلون اثنين فوق يتساوون؟ يتساوون بالابداع، يتساوون بالشغف، اكو شغف يعني، يقدمون اعمال ويعني حريصين على هذا الموضوع انه يختارون الكلمه، واثنيناتهم اسماء كبيره واسماء قديمه، حتى الاستاذ نصرة البدر على فكره هو قديم يعني، بس طلع وراء 2003 قلت لك المؤسسه خدمته، سوى مؤسسه يمكن مؤسسه ميوزك الحنين كانت ميوزك بالضبط عافيه ميوزك الحنين، بعدين تغيرت وصارت الريماس. زين انت كمطرب منو تشوف افضل ملحن لك ممكن تتعامل وياه بين نصرة البدر وعلي صابر؟ يعني مو هذا هم يعني هم فواكه، كل واحد فاكهه. اختار لك فاكهه، هسه الدكتور مانعك من فاكهه، قال لك اختار لو هاي لو هاي، ايش تختار؟ لا هم اكيد اثنيناتهم، ليش مو؟ شوفي راح اجاوبك، هذا مو دبلوماسيه ولا هرب من السؤال، لا والله. الغناء بالوان. نعم. بالوان. نعم. فهو عنده لون ونصرة عنده لون. كشهرة. هسه انت تجي عليه تريد الطش باغنيه وترند موجود بالساحه الفنيه تروح على منو بيهم؟ اقول لك شيء ترنددك. صح صح، اقول لك شيء، بعد الاغنيه ما لها ملحن ولا ما لها مقاييس، وهسه اذا اذكر لك اسماء اغاني تقول اي والله صح، ماكو يعني لا موجود اسم نصرة ولا علي صابر، مع حفظ الالقاب طبعا. اغنيه شباب وعندهم ما شاء الله شباب ملحنين، بس هم اثنيناتهم بالقلب يعني اكيد يعني، ما نريد احنا نقول واحد ونزعل واحد، هم اثنيناتهم اساتذه اكبر من عندنا. هسه أنا ما أدري، أحسك دا تقول علي صابر دا أسمعك، ما أدري سمعتك، ما أدري سمعت قلبك سوى علي صابر هيك، حسيت رجع في الدقة زادت على اسم علي حسيتها. لا صدقا اثنيناتهم والله، لأن هو عنده لون، أستاذ علي صابر وأستاذ نصرة عندهم لون. زين كي. نسمع أغنية هسه؟ راح نسمعكم أغنية اسمها فولو، كلمات الشاعر المبدع وصديق القريب من قد اسمه معتز العذب، وألحاني وتوزيع غصيني، نسمعكم إن شاء الله. يلا نتوكل. افتح لي قلبك يا حلو ادخل بقلبك واقفله، افتح لي قلبك يا حلو ادخل بقلبك واقفله، ما سوي لي واحد فلو بس انت تابع قصتك، لا عسل لا ورد وشكر وجهك حلو كنا قمر، لا عسل لا ورد وشكر وجهك حلو كنا قمر، ترى فكر ان البشر واحنا غمازه بضحكتك، حالاتك يا حالاتك من مثل حالاتك، صفاتك يا صفاتك اعشق صفاتك، تدري انا اكشخ الك وازعل اذا ما دليلك، تدري بس اكشخ الك وازعل اذا ما دليلك، انيالهم تدري هلك صبح وحبيب بخلقتك، من تمشي ظل ما مستقر عليك غار من البشر، من تمشي ظل ما مستقر عليك غار من البشر، يا تترس الشارع عطر عرض زياد مشيتك، حالاتك يا حالاتك من مثل حالاتك، صفاتك يا صفاتك
شكل صفاتك. خمري لو حنط انت طلتك سمرة لو بيضة وجنتك خمري لو حنط انت طلتك احمر وورد على شفتك دايخنا ومرايتك اي بشر ينطيلك شبه راس العيون تنتبه اي بشر ينطيلك شبه راس العيون تنتبه ولها عم بيك انا ولا تاخذ قلب بنظرتك حالاتك يا حالاتك من مثل بحالاتك صفاتك يا صفاتك ايه احشك يا صفاتك حالاتك يا حالاتك حالاتك من مثل بحالاتك صفاتك يا صفاتك احشك يا صفاتك عاش الصوت تعيش ايامك تعيش من ايامك حلوة هاي الحانك انت الحاني تمام أيه؟ يعني هاي رجعنا لكلامك انه ممكن الملحن اي ملحن ينجح طبعا اكيد اكو هواي اغاني يعني ما شاء الله الناس تعرفها وماشي الحان شباب مبدعين يعني هو هذا الموضوع يعني احنا عندنا بالعراق يعني ما شاء الله عندنا شعراء مبدعين عندنا ملحنين مبدعين بس ما مسلط الضوء عليهم ان شاء الله من جد وجد لكل مجتهد نصيب فعلا ناجح لحنك بهاي الاغنيه الله يسلمك شكرا مصطفى مصطفى عيني يقول لك لا تقولهم شو ما جيت هذا اني جيتك واسالهم ايش سويت من ما لقيتك الله تدري ايش حصل بشفاك ما تدري كنك روح وقلب وعيون تسألني عنك مو مثل البشر مخلوقة هاي الهيل كان طين وعسل فوقاه حفن احساس عيونك والرمش تحجين نحجايات نظرتش بيها بلوى مدوخة هاي الناس شفافك كان كرز مخلوط ويتفاح ضحكتك يا ضحكتك كان عطر من ياس حن الخاطر الله القلب مل وذاب مثلك ما شفت يا لمعة من الماس انت اول حلم وردي سكن بالروح وانت اول بشر بحساس يتكون جمالش سوى بلوى مدوخ الكون وقوانين الطبيعه وياك يختلفن من يطلع قمر يخجل يغيب بساع لان وجه القمر من خدش تلون الله الله من حنيتش المفروض نم القلوب وحتى السود منهن بيضين قلون يا اطيب قلب يا روح من ضحكات يا اجمل قصايد والله ينكتبن يا اجمل قصايد والله ينكتبن صح لسانك صح لسانك يعني قلت لك صح لسانك لان الوصف اللي وصفته جميل جدا الله يخليك فيمكن كل امراه يكون قدامها شاعر يوصف هذا الوصف تبني راسا تبادر بمدحه قبل نهايه قصيدته بس فعلا صح لسانك على القصيده كلش حلوه زين مفرداتك اللي هسه انت تنتقيها نعم يعني انت تحسها انه هي توالم الشارع يعني برايي الشاعر بالذات ابن البيئه ثانيا مفردات الشاعر وافكاره تنبع من المخزون الثقافي اللي يملكه الشاعر صح الشاعر كل ما يقرا مع العلم اني طبعا كلش مقل بالغزل يعني يمكن ما عندي 2 أو 3 اني اغلب قصائدي حقيقه بس اليوم لين عيد والاجواء اني اكتب قصائد انسانيه يعني اكتب بمواضيع تناقش قضايا اجتماعيه معينه تناقش تحسها تواصل الدين بطريقه مختلفه اناقش بقصائدي اناقش حتى الدين في قصائدي يعني عندي قصائد تناقش الدين بس بطريقه مختلفه اعالج مرات اعالج مشاكل تخص المراه يعني عندي قصيده تقول يقول المراه تعني لك وطن دائما ما شاعر يتغزل بالمراه لكن انا بهذه القصيده حاولت ان اوضح ما هي المراه يعني المراه مو فقط تتغزل بعيونها بس ليش ما كملت القصيده اقول المراه تعني لك وطن نعم المراه احساس وشجن المراه ضحكتها دوا ولما يمر بيها الحزن يضيق بنفاسك هوا صدقني مو قطعه لحم لا تبقى عايش بالوهم المراه ضحكه بنص درب المراه ضوء الكل درب من عدها نستوعب عبر لو نعطش تصير النهر رفقا بها واصنع لها تمثال من حب وفرح وفيروز سمحها الصبح وبخدها لا تزرع دمع طبع الألم
ينعاش لا ما ينسمع. طبعا الالم ينعاش لا ما ينسمع الى نهايه القصيده. فالفكره وين؟ فطبعا الشاعر اعتبره انا كائن متحول. الشاعر اللي يبقى بنمط كتابه واحد خلال طيله مسيرته الشعريه هذا شاعر فاشل يعني. عذرا على المخرج. صحيح. استاذ مصطفى هسه راح انطيك ابيات اربع دارميات او اربع عبوديات، شوف انت وحظك ايش يطلع لك. وانت ترد علي باللي عجبك. الله يسلمك. بس يكون من اشعارك. طبعا اكيد يعني. هي الفكره انه هي من اشعارك. نعم. عندك عن الام يقول لك احلى ام بالدنيا امي. احلى ام بالدنيا امي قهرة سنين العمر، والورد لو خلص عطره منه ياخذ لعطر. ساعة الدمع فاير ساعة دمي عليها خويت ياما، ساعد أمي وقت شوية برضه، ساعد أمي إذا احتاجيت خذلش فوق إيدي. عشا وعدنا عن الخيبة، احرقني قلت لا حطب بيت فوان احتمل، وكيف حرقني ودفى وطفاني بعد الحرق، قلت له ضميرك صحة لا قال أريدك فحم مرتين راد اشتعل. منك ما شفت في يوم حسناي حتى بضحكتي خليت حسناي بحيث نضحك تألم كل شي البي يتندم غشيم وبتشن تحلم ردتك عمر مو ترحل سنابل أمنت بمنجل ما أدري اللي يحب ينذل ويظل بنوم ويتقلب ونار بقلبه بس تلهب كل ظن اللي يحب ينحب عجيبة ومن ترد بسوء حسناي أزيد بطيبتي وتزداد أذيب استعدادية. زين عن الحظ يقول لك أنا العنقود يم عيني يدلي أموت ولا يمس شامت يدلي بالعميان قام الحظ يدلي وأنا بشمس الضحى يقودون بي. يا صاحب ألم منك وصلي يا صاحب ألم منك وصلي كنت لشوفك أنا أدعي وصلي على خدودك لو نزلا وصلي طحت منك ولا حسيت بيه. والله صح لسانك عاشو. هسه شعرنا عن الحب يقول لك انت حركتي البحر من بعد سكته وانت حليتي السؤال اللي ما عرفته الله وانت خليتي النجم بعيوني يلتم والنجم مو هينه لمته الله من عينك يغار النجم يا نسمة يا أجمل حلم يا العيونش قاتلات أنت يا أحلى البنات والله كنا نذوق لما تبتسم من عين شغار النجم. صح لسانك. أحبني. طبعاً هاي كلها أنت اللي قلتنا إياها من أشعارك. أنا كلها اللي قلتها جايبتها من شعراء فإذا يصير خطأ بالإلقاء فاني هاي ما محسوب علي بالتالي انا ما دارسه شعر. لا بالتأكيد مقدمة برامج. لا اوقات كان جميل جدا. شكرا بعض جزيلا. الامور مرات شكرا جزيلا. هسه تدخل ويانا كيفك؟ يلا حاضر. يلا هسه نقول استاذنا تدخل ويانا. لا خارج نطاق. خارجي والله مستمع. ليش مستمع وشجعكم قدرت تشارك شاركنا ما قدرت يلا احنا نبدي. يقول لك عيني يقول لك عركتنا اني وياك عركة عصافير عركتنا أني وياك عركة عصافير بس يجبل الحاجوز نرجع سوا نصير تزعلني وأمشي وأغطاض وأحلف لجافيك وتبتسم والزعلان يرجع يراضيك الله يلتزعل علي بروح أنا مخليك وعلى زعلك أبد ما أقدر أنا أصبر وإذا مر زعلك عندما أنا هواي أحس روح اللي بي من الصدر تطفر. صح لسانك. استاذنا نطينا أغنية موال يعني وياكم حتى شعر. يلا. آية من الجمال ويصعب التفسير شنو آني وفسر للناس آية إجا مرة وقعد قبال مراية دينت روح على روحه وباس المراية. الله 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 ابدعتوا. يعني ولو استاذ انت ما شاركت بس اكيد يعني كنا حلوين. مستمع جيد. شجعكم هي هي فعلا انه انت مستمع جيد. استاذ انت مدير مدرسة المواهب مدرب
مدرب بمدرسة مركز المواهب بمحافظة نينوى. هي اسم المدرسة مدرسة المواهب لو انه هي بيها مواهب انت تخرجها؟ بصراحة هاي المدرسة مدرسة المواهب هاي احنا صار لنا تقريبا فترة ننتظرها يعني. نعم. يعني لازم تشكل من قبل سنتين احنا ننتظرها. يعني هي على وزن مدرسة المتميزين؟ لا لا، مدرسة هاي تابعة لوزارة الشباب والرياضة. اي لا يعني الاسم انه مدرسة المتميزين ما تحوي الا بس المتميزين. تمام. زين هاي مدرسة مركز المواهب ما تحوي غير الموهوبين؟ نفس الشيء، نعم، الموهوبين والاعمار حتى توصل الفكرة. نعم. يعني اي هاي المدرسة تابعة لوزارة الشباب والرياضة، مركز المواهب عندنا في محافظة نينوى. مدير المركز استاذ سبهان احمد، واحنا مدربين انا مدرب والاستاذ فراس سعد الدين. نعم. مدربين احنا على المدرسة. نعم. الحمد لله رحنا حتى وقعنا عقودنا ببغداد، كملنا شغلنا الحمد لله والشكر، وباشرنا بها تقريبا صار لنا اكثر من شهرين نشتغل بها الحمد لله، وعندنا مجموعه طيبه وتدريباتنا كلها موجوده في منتدى شباب الاندلس اللي صاير بحي الشرطه. نعم. والحمد لله عندنا خوش مواهب نشتغل وياهم الساعة وبنعدهم للمستقبل ان شاء الله. نفرح من نسمع اكو هكذا مدارس موجودة عندنا بالموصل وتنمي المواهب. احنا قبل يمكن مختصرين على لو دورات صيفية او دورات مدة 3 أشهر. هي بس وقت هي هاي بس فترة الصيف، يعني حلو لما يكون عندنا مدرسة. لا مدرسة بصراحة هاي راح يعني اللاعبين اللي راح نخرجهم احنا راح مستقبلا يمثلون اندية، يمثلون منتخب تربية، يمثلون منتخب محافظة. زين الشروط هسه اليوم انا اريد اقدم، شنو الشروط اللي عندكم؟ الشروط هي الاعمار، يا الاعمار من مواليد 2010 11 فما فوق يعني. اكيد اني ما تقبلوني العدد، نستثني الشروط. نستثني الشروط. زين شنو المواهب اللي ممكن تستقبلوها؟ لازم اللي يعني نستقبله احنا اللاعب اللي نستقبله، نريد نسوي مثلا على مستقبل لاعب كره السله. اول شيء مواليدك لازم تكون صغيره مواليد ومو فوق ال 2010 فما فوق. نعم. ولازم يكون شوف جسمه مثلا يعني ما اللاعب سله، ما اذا ما يجيك لاعب مثلا قصير او متروس فد مره، يجيك لاعب مثلا طويل تشوفه هذا مواليد 2011 طوله مثلا متر و70 متر و75، هذا تقدر يعني تفكر به على المستقبل تسويه لاعب. صح. بس ما يجيك مثلا 2005 2006 مع الموهوبين ما نقدر نخليه يعني، هاي حتى فقط. وان كان موهوب، حتى وان كان موهوب ما نقدر، او يعني مستوفى للشروط انه ايه ما نقدر يعني. حتى كان عندنا كثير لاعبين. نعم. عندنا كثير من ضمنهم ابني يعني لاعب من لاعبين جيدين على مستوى العراق ويلعب نادي دجله، هم نفس النادي اللي يلعب به هذا اللاعب، لاعب منتخب نورس الصغرى. نعم. يلعب نفس النادي ببغداد، هم عندي موجود يتمرن ويانا. نعم. بس ما من ضمن هاي المجموعه، هو 2008 ذوك اللاعبين كلهم 2010 11 12 فما فوق. نعم. وش ساهم هسه ان شاء الله نتمنى تمرون هناك تشوفون ان شاء الله المجموعه الطيبه، وان شاء الله يمثلون المدينه خير تمثيل ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انت تدرب كثير وتشوف نماذج كثيره تمر عليك، اللي ما يكون مهيئ بدنيا، اللي ما عنده مثلا موهبه قوي، مجرد انه موهوب او الاهل يحبون يكون بهذا المجال. اكو بصراحه يعني عاشت كلام جيد هذا، يعني احنا مرات نعاني من هذا الشيء، يعني نعاني من يجيك لاعب مثلا لك يقول له بس روح تمرن، نلعب سله، نلعب قدم، هي المهم اطلع انه شوف لك رياضه. يعني عندنا لاعبين هسه يجون تشوفهم اجسامهم كل واحد هيك وجاي يريد يلعب سله وقصير وهذه، فما تطيق تخليه. فاحنا بالنسبه لنا لاعبين اول ما يجي لاعب لازم نقول له مثلا انت حبيبي راح تلعب سله. صح. هسه احنا منتدى شباب الاندلس عندنا يجون لاعبين كثار، يجي يقول لك انا العب يعني دزوم اهاليهم، يقول له روح العب سله وقدم وطائر. حبيبي انت من تجي عندك السله، موهبتك هاي السله، رغبتك بالسله، ما تجي تريد تقول لي مثلا روح العب قدم والعب سله، انا ما اريدك، ما احتاجك. زين. اذا نعم ايه اذا تريد تلعب سله احنا راح نستقبلك وراح مثل ما يقول نتعب وياك ونسويك ان شاء الله لاعب على المستقبل ان شاء الله. زين العفو استاذ، مثلا اللاعب يكون تحسه هيك مثل الفنان الشامل، ممكن تخليه جوكر بالكره القدم بالسله، لو ما عندكم هذا تشتت يعتبر. تشتت هذا، وبنفس الوقت يضيع تعبك انت يعني. يعني انت تتعب عليه توصله مرحله وتشوف مستواه وتشوفه بالاخير يروح يلعب لك قدم ويلعب لك. ما ممكن انت يكون لاعب؟ لا اكو هسه اكو. احنا بالنسبه لنا بهاي الاعمار من كنا. نعم. يعني كنا صغار قبل نلعب كل اللعبات. انا يعني لعبت قدم، لعبت سله، لعبت كره يد، لعبت ملاك، كل اللعبات لعبتها. بس لعبتي اللي كانت احبها يعني لعبه كره السله. استمريت عليها من كنت صغير ولحد هاي اللعبه. فنفس الشيء هسه اللاعبين اللي يجون على منتخب شباب الاندلس نقول لهم حبيبي احنا سله،
تلعب سله هلا بيك، ما تلعب سله تروح تلعب غيرك، واكو غير لعبات صح. اكو تايكوندو، اكو غير لعبات بالمنتدى صح. بس احنا اختصاص كره السله والحمد لله عندنا خوش مجموعه. طبعا اليوم انا فرحت اليوم يعني بصراحه، عندنا احد اللاعبين لاعب صغير يمكن مواليد 2012 والله. انا يعني دربت قبل فتره، دربت في نادي عمان نينوى، كنت ادرب هم سويت مدرسه. طبعا بعض المرات تفرح انت من تشوف لاعب من عندك دكتور او لاعب يعني. فاليوم جاي ياخذ اخوه من التمرين، طلعنا من التمرين احنا، جاي ياخذ اخوه، سلمت عليه شاب واسني وحضني وشلونك استاذ اخبارك؟ قلت له خير وين الساق؟ قال لي الحمد لله مرحله ثالثه طبعا. كان لاعب سله عندي يعني، كان لاعب من ضمن اللاعبين الموجودين، وعندنا الحمد لله خرجنا كثير لاعبين. هسه استاذ انت تقول على هذا الطالب، هسه احنا عندنا من الجهود الجنود عفوا المجهوله هم كان عندك تلميذ ولاعب، وهسه انت ده تسوي لقاء وحاضر ويانا. كان لاعبين جيدين، احمد غانم كان لاعبين جيدين، فهاي وارده يعني. واحد حلو يشوف هاي الانجازات او يشوف اللي كان وياهم تعبان يشوفه على ارض بالضبط. هي الفكره، شخص تعب مع مثلا استاذنا. ليش هسه ما نشوف شركات انتاج فنيه بالعراق؟ وإذا حتى نشوف شركات فنية إنتاج فنية بيها مشاكل وعقود وشروط جزائية معقدة للفنان، يعني خطية الفنان يعني يريد يروح لهاي الشركات حتى صح. ينتج، بس يخاف من الشرط الجزائي، يخاف من الاحتكار، يخاف صح. من مدة العقد صح. اللي يوقعها. ليش أو ما نلقى أصلاً شركة إنتاج؟ أكو شركات إنتاج بس نعم. قليلة صراحة، قليلة. وهاي شركات الإنتاج عندها مطربين كم نعم. شخص ومحتكريهم. وهذا موضوع العقد الاحتكار يعني صراحة يعني موضوع معقد جدا. ليش؟ يعني يصير اختلاف، يصير مشاكل من وراء. فهسه ما شاء الله الميديا واسعة، كل البرامج موجودة، هسه أي شخص يقدر يعتمد على نفسه ويصور أغنية ويسجل ويبثها وتطلع. تنجح نفس شركة الإنتاج من تلتزمك؟ أكيد أكو اختلاف طبعا. شركة الإنتاج أسألت بهذا كلامك مثلا ايه؟ احنا نشجع على الميديا بس طبعاً. هي نفس الـ يعني الناتج تطلع انت ممكن تطلع بنفس يعني العفو يمكن تطلع بنفس الناتج وممكن ما تطلع. ليش؟ حسب شركة الانتاج. اذا شركة الانتاج لزمتك صح وصورت لك صح وسجلت لك صح وطلعك بصورة صحيحة حتى باللقاء حتى بالاغاني باختيار الاغاني، اكيد موضوع شركة الانتاج السهل. واكو شركات يعني احنا ما نريد نذكر شركات، اكو شركات عربية وعراقية رصينة صح يعني هيك موضوع تمام. زين لو سوينا مقارنة بين مطربين السبعينات ومطربين هسه الشارع راح يقول السبعينات هاي منتهيين منها، الحنين الى الماضي مثل ما قال الاستاذ. زين. يعني عندي وجهة نظر اكيد بس احنا عندنا اصوات جميلة جدا صح. خصوصا بالتطور الموجود والتكنولوجيا الاصوات دا تطلع اجمل بعد. ليش دائما نحن نقول الماضي او السبعينات يعني خاصه حقبه السبعين الثمانين هاي المطربين يعني صعدوا صعده صح للنجم صح صح. رجعتينا على السؤال اللي مضى اللي سالتيني اياه. السبب هو يعني السبب الاهم النقطه لان كان اكو فحص اغاني، اكو اصوات حقيقيه، اكو اصوات نظيفه بدون اوتوتيون. هسه اكو اصوات اكو اصوات نحن للماضي، هذا موضوع طبيعي. بس انا اقول انه لكل جيل فرسانه، فاكو اصوات شباب ما شاء الله مبدعين ويغنون اغاني القديمه السبعينيه يغنوها احلى يعني اكو اصوات ممكن هسه احلى من الاصوات القديمه ممكن. بس احنا دائما نحترم الجيل القبل، هذا يعني لازم يعني هي مو مساله احترام. هسه اليوم انطيك صوت زين. صوتك انت وانطيك صوت ثاني من الجيل القديم زين. واقول لك مثلا نقارن بينك وبينه انت راح تحن للاغنيه يمكن بوقتها سامعها ويا امك ويا ممكن. العائله ويا ذكرى ويا الحب مالك القديم يعني ترجع لهاي صح الامور صح. بس يمكن انت كصوت اتاديها كصوت زين. اجمل منه ممكن يعني. هو هذا الجمهور يحدد يعني منو احلى. فبس اكو يعني مو الاصوات، احنا ايش نقول الدراسه، راح ارجع على الدراسه يعني اكو طبقات تختلف من صوت الصوت يكون مختلف. هم مو دارسينها متحس أكو انه أكو مثلا أكو عندك فريد الأطرش كان دارس انه مو جاي اكو الموسيقار استاذ محمد عبد الوهاب. انا ما دحكي يعني قديم كلش، حتى دحكي من يعني السبعينات والبعدهم حتى الجيل التسعينات اصوات حلوه يعني تربينا عليهم ما شاء الله يعني من التسعين لحد 2003
طلعت وجبه ما شاء الله من مطربين كلش رائعين مثل الاستاذ هيثم يوسف، حاتم عراقي، الله يرحمه جلال خورشيد، اصوات صلاح حسن. فهذا الموضوع، فاحنا ما نريد نخلي مقارنه، بس دائما نحترم الاجيال قبلنا، وما شاء الله واكو اصوات جميله مو قليله ما شاء الله بالوطن العربي هسه هي موجوده تسمح. زين، بين الاسماء اللي ذكرتها بين حاتم العراقي وهيثم يوسف ومهند محسن وصلاح حسن، منو الصوت اللي انت تحبه؟ لا واكيد القريب علي يعني هيثم يوسف ومهند محسن يعني قريبين علي، هاي اقرب الاصوات. زين، لو انطيتك مقارنه بين سيف نبيل وفهد نوري، منو راح تختار باعتبار احنا من هذا الجيل؟ يعني مهم كل واحد عنده فن، فن لا تختار، هذولاك هم كل واحد عنده فن، يعني هذولاك عندهم فن. اختار يعني القياسات شنو اختار؟ على اي قياس اخترت؟ لا هسه راح احكي لك، راح احكي لك اجاوبك. القياسات هنا فهد نوري صوت يجنن، صوت رائع، نعم، بس عربيا سيف نبيل هذا واقع حال، احنا لازم نحترم هذا الشيء، فنقول عربيا تختار. اختار الاصوات الاقرب يعني لي اكيد فهد نوري، اكيد طبعا مع احترامي سيف نبيل ومطرب عربي يستاهل كل الاحترام، تحياتنا للفنانين هيثم يوسف ومهند محسن وكلهم. اكيد اكيد. زين هسه نطينا اغنيه، يلا نسمعكم شيء قديم بما ان ترتقي ذكرنا القديم، يلا نسمع شيء. ونكسال غيرك ما يسل دمعي، ونكسال غيرك ما يسل دمعي، ولك اسأل ولك سل ولك سال، تركتني وما دريت الصار بي، من تراب مثلي نعم بس للجمال أسباب، آخ من تراب مثلي نعم بس للجمال أسباب، رب الجمال أعتقد سواك في محراب، رب الجمال أعتقد آخ رب الجمال أعتقد سواك في محراب، باب جنة عدن تين ونخض وعناب، وبقالبك خلى عسل وشوية ذب تراب، مرينا بيكم حمد وإحنا بقطار وسمعنا دقك هوا، شمينا ريحتك ومرينا بيكم حمد واحنا بفطارين، وسمعنا دقك هوا شمينا ريحتك، يا ريل صيحات عشيك يا ريت يا ريت، صيح الطه صيحات عشيك يا ريت، هو دار هواهم ولد
السنابل محمد بويا محمد شتلي ليش تتعمل ويا محمد عيني محمد شتلي ليش تتعمل ويا محمد خافي من الله ويا محمد من فوق الله ويا محمد يا محمد شنهو ذنبي بين عداي وترميني يا محمد شنهو ذنبي بين عداي وترميني تدري النار اللي بقلبي تدري النار اللي بقلبي بجتلي ليش تتعمد بجتلي ليش تتعمد. عش صوتك. سلمي. شكرا على الأغنية صدق رجعتنا للماضي. سلمك. مشاهدينا الأعزاء فاصل ونرجع لكم خليكم معي. رجعنا لكم بعد الفاصل ومع فقراتنا المميزة اللي خليناها ضيوفنا. نبدي معاك كابتن فواز وبعدين معاك استاذ مصطفى وبعدين معاك استاذ جمال. ان شاء الله. عندنا هاي الاوراق تسحبون منا ورقة واللي يطلع لكم تعملونه هو او تأدونه فانت وحظك. هي هاي الفقرة اسمها انت وحظك. فانت وحظك. يلا جرب. هاي ما بيها ما تشارك. هاي. ولا تقع المستمع ولا هم يحزنون. اسحب لنا. نكتة. يلا. والله ما. ها؟ ما عندي. أبد؟ لا والله. زين موقف مضحك. والله موقف أكيد مضحك يعني أكيد أنت كمدرب. صار امامك مواقف مضحكه، عندك طالب وقع، طالب مطل على دماغه. لا احد انا يعني بعض مرات بالتمرين باللعبات يعني. نعم. اما موقف يعني هم ضحكني وبنفس الوقت كنت ثاني متوتر يعني بالمباراه مشنج بيها صياحات وهذه واكو موبايل جيبي يعني دائما اخلي الموبايل بجيبي. نعم. فاني دا اصيح لاحد اللاعبين بالساحه. لا صيحة شو ما شو دق الموبايل مسكت الموبايل حلقتي شو قاعد راس بعض اللاعبين. يعني انت تقول انت متوتر واضحكك الموقف يعني هاي بحد ذاته نكته انه انت تكون داخل مود وستريس وعصبي ويصير موقف مرت لك نفس الحاله هم يعني دائما اللاعبين يمكن اللي راح يشوفوني يعرفون هم متعصب هم دائما داريت
متعصب كلهم قاعدين يعني لاعبين واداره ورئيس النادي قاعد نادي عمان نينا وجه له تحيه وان شاء الله الله تعالى يشافيه ويعافيه ان شاء الله يا ربي اجر وعافيه مروان القصاب يعني مر بوقعة صحيه ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ان شاء الله فانداريت والله يعني متعصب وصيحات وهاي بالقاعة بقاعة الشعب بغداد انداريت ضربت الترمز بشلاق ايه؟ ضربته راح قبل على يم على الاداره واللاعبين ما اعرف على ايش يعني هذا احتكاك مباشر مع الاداره يعني ما اعرف ايش هم بنفس الوقت استحيت وهم بنفس الوقت راس عرفت لحقت على المباراه بس هم انه صارت انه موقف انه تضحك عليه مثل هذا ويلي هلي ويلي ظنايا لا انا الاداره لا انا التدريب عشت استاذنا عاشا مواقفك افضل من النكته على فكره لانه تكون حقيقيه فعلا يعني واقعي مصطفى انت خير الأمور أوسطها يلا عيني خذ خير الأمور أوسطها بدون كلام لا حتى لا تقول توصفي لي وأنا أقول شنو لو أنا أوصف أنا راح أنطيك وأنت توصف هم يحزرون هم يحزرون تمام يلا جاهزين إن شاء الله أنا طيتك شيء بسيط مدللتك ترى إيش قد ما نقحت لي باللغة أدللتك زين يلا غنى. أستاذنا غنى عيني تمام ويا إيه غناء المطرب مسرح ها كابتن شد حيلك تجيبها يمشي غناء اول شيء غناء غناء بعدين ورا غناء شنو الاولى أغنية. الاولى اغنيه, أغنية. اسهل كلمات أغنية. اغنيه اغنيه الفنان اغنيه الفنان تعرفه. اغنيه شخص معروف فنان معروف تمام كاظم ما اريد اقول لكم كاظم بس كاظم زين كاظم ساهر تمام الاغنيه اسمها حلو طولك حلو طولك تمشي وانا اقول لك طول طول عاشو لا بس وصلت اقول الكلمات حلو طولك لا عاشت حلو طولك يعني شويه شوف مو قلت لكم شدوا حيلكم وجيبوا كابتن كابتن على شو اسمه انت شنو عينك على الموقع لا على الكاميرا انت بنات مرجع يلا زين عيني نختار يجيك انت تختار لنا اختار اغنيه طبعا انا حبيت تجيك امانه كلش حابه رغم انه انت مطرب وتغني زين. بس راح يكون الطلب بهاي الاغنيه زين. انه انت تغني اغنيه مصراويه اه زين هي هاي لا راح تقلد لنا صوت باعتبار انت بتحب التقليد زين. ولا راح نحول من ناس على ناس الحنجره ايه. راح تغني لنا مصلاوي اكيد يشرفني بما انه يابا احنا نساعده غير يلا كم يردي ليل يردي ليل سمرة قتلتيني خافي من رب السماء وحدي لا تخليني تحبون الله لا تقولون تحبون الله لا تقولون سعد وما ماتت اوي اوي دلال سعد وما ماتت اوي اوي دلال عاش الصوت يعني صوتك حلو حتى بالمصلاوي ما يخاف عليك يعني انتوا اي هسه انا جيتوكم هسه انتوا هسه هو المفروض يخطط مستقبلا يغني اغنيه مصلاوي هسه انا اخذتكم التخطيط المستقبلي هسه انتم غنيتم مصلاوي واكيد انتم مواصله غنوا لي يا سماق إيه ما نتعجبك صح. يا سماق هذا لكم هذا صح هو مشاركنا اشارككم يلا خلاص خلاص معانو يعني مو صوتي مو يلا عزه واحنا صوتنا كلنا مو اكيد ما معتمدين مثل المطرب يلا عيني ما حافظه بس تغني انت اقرا لك الكلمات وتغني كابتن لا عيني كابتن انت بدون نبي يا سماق يا سماق ويا سماق اكلي دهيني وتنباق عزمنا كل الجماعة واشتغل دق الاصبعة والمعالق تشيق وشاق والله عاشه والله عاشه والموصل ولاده ما نقول بتاع كله يعني ما شاء الله ما شاء احنا بتاع الله. كله جماعه الموصل نغني ونقول شعور وكابتن الله يحفظ هاي المدينه والوان. الجميله يا رب الله يحفظها ان شاء شكراً الله شكرا شكرا ان شاء الله يا ربي تبقى بافراح وتبقى عامره باهلها وناسها وهذا الحزن اللي مرينا بينه ان شاء الله ما ينعاد يا رب اكيد هسه بما انه انتم غنيتوا وغنينا المصلاوي هسه نرجع لاغنيتك القديمه يلا نغني يلا يلا حايره والشوق بين عيوني خايفه بين ويلو
تعرفي هذا العشق وسراره ضاله نص الدرب محتاره ما تعرفي هذا العشق وسراره والسهر دبن سواد عيونك عايره والشوق بين عيوني محتاره انت وحيرتيني وياك لا عشت حزن ولا فرحت بمنقاك محتارة انت وحيرتيني وياك لا عشت حزن ولا فرحت بمنقاك باقية نص الدرب محتارة ما تعرفي بهذا العشق وسراره باقية نص الدرب محتارة وسراره والسهر تبن سواد عيونك حايره والشوق بين عيونك الله الله ونمشي أوله واضح خلي نعرف تاني خلينا ننتل الطريق ونمشي أوله واضح خلي نعرف تاني باقية نص الدرب محتارة ما تعرفي هذا العشق وسراره باقية تعرفي هذا العشق وسراره والسهر بل سواد عيونك حايره والشوق بين عيونك عاش صوتك شكرا لك ولادائك للاغاني المصلاويه والاغاني العراقيه شاعرنا الشاعر يقول لك يعجبني الجرح لو لاقى شمات يضم روحه بحيث يبين التم وتعجبني السيوف بجف الاصبع يحمرها الخجل لو ما لقدم الله الله قول بطران اللي يقل شبيك شو مخنوق شو اسولف والهموم التمن علي والاحكي له جرحي يقول لي عاد تصير لا تهتم ابد والدنيا مقضيه ما واحد فهم هذا القلب وش بيه ما واحد فهم بس ذيك البنية بس ذيك اللي كانت تقرح تشيل عين وتشتم الحزن لو لحظة مربية وتصنع لفرح مفعولة يبقى هواي وكثير العشق يزداد برية رسمت وياها كل شيء حتى لون البيت وحتى الطفلة أم خدود وردية وتخيلنا العمر لو صار بالستين ونشيف سوا ونزداد حنين ونزرع هالحديقة بورد أبيض كوكو ورسمنا أيام بيضة وصافية النية وما لحق وردنا يذوق طعم القاع فالشغل حلم والغير زوجوها وكنت سبحة عن سلة من العين وهيك بلا مشاعر وقوة غصب من قالت لي فاتحة انقرتها اليوم حسيت على قبر الفاتحة مات ضحكتي وبعيني مات الشوق وهسه الدنيا ظلمه بعيني تلقوها نازك عمري كان وهسه نازل حيل واي قطره امل ما ظلت بروحي كرهت الليل والنجمه حتى الورده والنسمه حسن ما ادري ليش شيلك من جروحي ماتت والله ضحكتك عساها بحبها وبخطه ذاك القوه فرقها اهلها هواي تعبوني من زفوها ذاك اليوم مات الدنيا بعيوني من زفوها ذاك اليوم
ما أدى الدنيا صح لسانك، هاي عين وصابتكم هاي مو هيك حي الله. احيانا مو كل ما يكتب الشعر هو اكيد 100% بس هو نريد نرجع للبيت سالمين للبيت مو والله انا هم عشان تذكرت قلت خلي ارجعك للبيت سالم. زين هسه انت طلعت ويا شعراء كبار، نعم كنت يعني حضرت منتديات ادبيه يعني اذا تحبين الخص لك بعض المشاركات المهمه اللي اعتبرها بحياتي. نعم يعني عام 2013 شاركت مهرجان عراق واحد، وشاركت الراحل سمير طبيح، نعم صباح الهلالي، حمزه الحلفي الله يرحمه يعني صباح ويحفظ شعرنا حمزه الحلفي، ناظم الحاشي. 2017 بعد تحرير المدينه شاركت بالثماوه مع محمد العاجيبي ورفعت الصافي. يعني من عدد المهرجانات المحلية والمهرجانات في بغداد، يعني أغلب محافظات العراق تلقي شعر الغير شعراء لو بس أشعارك؟ لا ممكن، يعني أنا قلت في حال واحدة يعني ممكن أقدم برامج، ما نشتغل بالإعلام أقدم برامج شعرية، فأحيانا أفتتح البرنامج بقصيدة مؤلية وأذكر يعني الشعر للمذيع مثل كمقدم. أما من أطلع لقاء لا ما ممكن أن أقرأ شيء مؤلي إلا في حال أكون موقف معين وأذكر اسم الشاعر حصرا يعني. زين هسه انت تكتب شعر يعني تنطي اغنيه نص غنائي؟ ايه؟ اي نعم اكتب وممكن على فكره هو مو شرط انه ممكن يصير بيناتنا عمل مشترك ان شاء الله. والله شرفني بالعكس يسعدني يا ريت. هو مو شرط نص غنائي، ممكن يكون يعني انا شفت شعر هسه قلناه هو دارمي بس صار اغنيه. ممكن ممكن يعني هو ما دام شعر ما دام مكتوب يتغنى. لا لا حسب معكم نص غنائي. نعم بما انه اذا عجبك من بغداد شرفني. يقول حبك بالقلب يزداد زين يم الخير يا بغداد. عفوا عفوا هسه انت شريد منك تقيم لي انت كمطرب زين ممكن انه تاخذه بدون مجاملات بدون محسوبيات. أكيد أكيد. بس العفو انا مو قيمه بس يعني اقول له شكو بيه وكذا قيمه. هسا انت تقيم من هو النص نص غنائي يعني كوبليهات وكورال كامل. زين حبك بالقلب يزداد يم الخير يا بغداد، ولو مهما الحزن صابك فدوى الروح لترابك ولابد على الفرح ينعاد. حبك بالقلب يزداد اش كثر مشتاق يا بصره، شوقك بالقلب جمره على شطك اريد اخفى ومل الشوق واللهفه لان انت الملح والزاد. حبك بالقلب يزداد يم الخير يا بغداد، كردستان يا حبيبه ارضك من وفى وطيبه والسرشاو محلاها ذوبت قلبي وياها اخوان ظل عرب وكراد. حبك بالقلب يزداد يم الخير يا بغداد، وللموصل للموصل نريد الروح لان هي القلب والروح. ونسمع يردلي للموصل نريد الروح لان هي القلب والروح، وعلى دجله نقضي الليل ونسمع يردلي ويا ريل الله الله. وتبقى بلادي احلى بلاد، حبش بالقلب يزداد يم الخير يا بغداد. صح لسانك صح لسانك. نص يعني اكيد هو نص حلو، وهيك موضوع انا ما مغني فلما تقولي تسالين عليه يعني شرفني وسعدني يعني انه ألحنا ان شاء الله نشتغل ان شاء الله نتفق. النص يعرف الاستاذ حتى يعني حتى ما اكون يعني اجامله واجامل نفسي، مرات الملحن يسمع النص اكثر من مره حتى يعيشه، مرات يسمع اول مره اوكي يدخل القلب، بس هو نص حلو هيك نص انا ما مغني وان شاء الله اكيد نتواصل ويسعدني ويشرفني نغني محافظاتنا وكل عراق. يعني اذا تسمح لي يعني نزار قباني يعني شاعر كبير وماكو اثنين يختلفون على شعريته، ولليوم كاظم حتى في حياه نزار كاظم يغير باشعار نزار مو غلط وما يعترض نزار يعني. صح صح صح. ليش؟ لانه احيانا انا كشاعر من اكتب مو مثل الملحن، اكو اشياء انا اكتبها فاهمه بالوزن صح لكن باللحن ما تجي. هو السؤال انه انت هاليوم من تكتب اغنيه نعم العفو كلمات اغنيه لازم تختلف عندك الوزن، تختلف عندك القافيه، ما ممكن يجي ملحن يلحن على الوزن مالتك، يمكن يختلف الايقاع يختلف النوتة ممكن تختلف، فهنا يصير تعاون صراحه بين الشاعر والملحن يعني هي يمكن لازم تجلس يعني يجلس الشاعر بالضبط والملحن ومرات اداء المطرب. يعني هسه انت كمطرب انت مطرب وملحن ممكن اي اوكي صح يسيطر عندك في السيستم بالموضوع صح صح بس اكو يعني مطرب هو مو ملحن ما يقدر جايز ما يقدر الكلمات ما يقدر يلفظ اللفظ صح عنده صح صعب او مخارج حروف غلط. لهذا الاعمال القديمه سؤالك ويعني كلش حلو بمكانه، لهذا قبل بليغ حمدي ما كان يلحن هو بمكان وعبد الحليم مكان او ام كلثوم مكان،
كانوا يسوون جلسة فنية، يعني حتى أحمد شوقي الشاعر والملحن يقعدون سوية، فلهذا الأعمال مالتهم خالدة. ليش؟ لأن حقيقية ويغيرون، أكيد يغيرون هنا يغيرون هنا يغيرون. كابتن فواز، أنت لا شاركتني بأغنية، لا شاركت بأغنية، ما أريد أظلمك، ما شاركتني بشعور، ما تفاعلت ويانا. يلا القعدة هاي كافي وياكم الحمد لله. هاي هسه جواب دبلوماسي هذا، هم يقولون الله يسلمك هذا دبلوماسي. هسه انطيني رأيك، شنو رأيك بواقع الرياضة الموجود حاليا، يعني واقع الرياضة عامة وكرة السلة خاصة، ليش مظلومين احنا بالرياضة؟ مع العلم هسه أكثر اللاعبين اللي ممكن التقيت بهم دي يشيدون بدور المحافظ الجديد، ليش احنا مو من زمان كان هسه وصلنا فد مستوى؟ والله واقع الرياضة بالموصل حاليا يعني يمكن يعني حاليا بهاي الأيام شوية أشوفه أفضل من قبل يعني صراحة. برأيك ليش من قبل ما بدينا حتى وصلنا هسه للجيد جدا؟ قبل كنا بصراحة مركزين يعني حسب ما نشوف يعني احنا بالمدينة كان كنا مركزين بالأخص المحافظ السابق السيد نجم الجبول كان مركز أكثر شيء على أعمار المدينة وعلى ترتيب المدينة وعلى شو عايفين الرياضة، وكان أمك وكثير أمور ما كل شيء بصراحة نقدر نحكي يعني اللي خرب الرياضة بالموصل بالمدينة هي أكو ناس يعني مستفعلة، ناس مستفعلة وناس بصراحة يعني كلام ما أريد أقول يعني جايين يشوم ورا الرياضة. كابتن هسه تخريب الرياضة داخل مدينة الموصل هذا مستفعل لأسباب مادية؟ ما مستفعل يعني مثلا من ناس ما يحب، لا بس بصراحة عندنا بالمدينة ناس قد يشتغلون بالمدينة ما جايين يعني ما جاي يريد يدعم مثلا المدرب او يدعم لاعب او ينطي الرياضيين وينطي المدربين، احنا اكثر انسان يعاني هسه بالرياضة هو اللاعب والمدرب. يعني انا بصراحة بالنسبة اعوذ بالله من كلمة ما اريد اني دائما انا دائما اطلع على التلفزيون احكي يعني واقول دعم ماكو عن انا دافع عن اللاعب، يعني اللاعب يجيك من اخر الدنيا يجي لي التمرين ويرجع لا نقل لا اكل لا شرب، يعني وضعية تعبانة حيل زين اللاعب شلون يصل؟ يعني هسه احنا بغير محافظات بالاخص هسه بغداد اللاعبين السله ما شاء الله عقودهم جيده جدا، عقود ورواتب زين. لاعبنا هسه برايك اللي يكون عندنا ليش ما يروح للمحافظات مكلب بوضع انه والله احنا ويا نوادي الموصل؟ ست بصراحه احنا من سنين احنا نعاني من هاي الشغله. احنا لاعب المحافظه يعاني ان يصل انديه بغداد ويصل الى منتخب ويصل، هاي ما هسه شيء يعني من قبل من التسعينات ولحد يعني إذن هاي مصيبة أزلية. إيه مصيبة كبيرة هاي إذا ما كان لاعب جيد على مستوى عالي وعنده إمكانية وعنده دفعة قوية واسطة قوية ما يقدر يصل. يعني ساعدني نورس ضرار هو هسه من خيرة اللاعبين على مستوى العراق، هو دربته يعني عندي لاعب نفس النادي عمان نينو وصل منتخب يعني العام هو العام اختاروه من أفضل أربع لاعبين بالعراق. بس شلون وصل تعرف انت ايام اللي صارت علينا الايام داعش اللي صارت هو طلع هو ما شاء الله طويل يعني الله يحفظه ان شاء الله طويل مترين شويه طوله ما شاء الله، فمن طلع راح الزاخ وراح مشى الله وفقه، وهي هاي الطلعه اللي فاتته حيل يعني طلع راس مشى خوش مشى راح للزاخ وراح للكر راح الفرق تتواصل وياه انت؟ الحمد متواصل وياه تمام يعني. أيني وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، سعيدة بتواجدكم معي، أفرحتوني أضفتوا لي. كلمتكم الأخيرة أنطوني هي من تهنئة ومن كلام للمدينة. نبدي بيك كابتن. نتمنى إن شاء الله أول شيء نقول كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنت بألف خير. نتمنى الأمن والأمان على مدينتنا ومحافظتنا والعراق، العراق يعني عام، وعلى الأمور الإسلامية كلها بخير وسلام إن شاء الله. إن شاء الله. وكل عام وأنتم بألف خير، قناة الموصلية والإخوان معايا. كابتن فواز وأنت بخير. شرفنا بأخونا الأستاذ المطرب المبدع، شرفنا بيك بمحافظة نينوى وأخوي الأستاذ مصطفى الشاعر المبدع. والله أشكرك وأشكر جهودك الطيبة ونورتينا اليوم وشرفنا بيك. شكرا لك، واتمنى لك كل خير ان شاء الله وبرنامج اكثر من رائع. شكرا لك كابتن فواز فاضل، اسعدتني بوجودك، اسعدتني بالاجابات اللي انطيتني اياها. شاعرنا مصطفى الحمداني انطينا تهنئتك بالبدايه. شكرا لقناه الموصليه على هذه الاستضافه، وان شاء الله كنا عند حسن ظنكم يعني ان شاء الله. شكرا لك على هذه الاستضافه وعلى شكرا لك ولحضورك الجراع، اداءك كان جميل والمحاورات اللي اديناها، وكل عام ومصلنا الحبيبة وعراقنا الحبيب بألف خير، وكل عام وزملائي الإخوان هم بألف خير إن شاء الله. أنت بخير وصحة وسلامة. مطربنا جمال المدرس تهنئتك. شكرا للاستضافة، كل عام
وانتم بالف خير يا رب، وعلى الاساتذه الكابتن استاذ شاعرنا المبدع، وعليك وعلى هذا الجيش والمخرج اللي قدم اكثر، وشكرا يعني للاستاذ فراس اللي رافقني اليوم بالعزف. شكرا لك، انت من ضمن الجنود المجهوله دائما وابدا، انتم اخر صراحة. شيء كل عام وانتم بالف خير، وانت بخير وصحه وسلامه، كل عام وانتم بخير. شكرا لحضوركم ويانا، نورتوني واسعدتوني واضفتوا الي والافراح العيد. وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا يوم جديد وحلقة جديدة في أمان الله. I'm not sure.